هو رود كثير كثير هذه هون دشرناها انه ضرب الدبابه فواز هو بتعلينا اكثر من ضربهم من وراء قناصينا يوم اقتحام الظهر قتلوا منهم كثير لا عم تضرب قتلهم وطلع الشباب سووا من فوق بس هون في شوية فراغ بدها مواطنة يلا هلا يصير مو كشف كثير هون من هون على هون وصلنا وصلنا تحت الشباب البقية هون مواطن بطين قرن السلام عليكم كل في كشف على هالنقطة من هون هاي المصبانين هاي الظهرة هاي الظهرة الظهرة فيها جماعتنا خربنا لهم الدبابة كمان عطبناها انقطعت شنطة هون دشلنا مشان بيسع بشكل دائم تطلع بس لا تحرك العربية من جوا طلع بيسع هون عندك هون فيش في دمار اللي رمينه اللي تجوه الله في حرب احمد هيك شفناها شحلنا قريبا جاي ان شاء الله الله ان شاء الله الاول منزلي محل ما بدهم يفوتوا رايزين الشباب عليها محل التسلل الاساسي
السلام عليكم. هاي هون بيجي بتسلل وهي الحرقة بفوتوا منها هواية. هديك برا الخط الثاني يعني انتبه لما بيصير شيء هون جوا راس الشباب بده يشرح لهم كمان. الله يعطيك العافية. الله يجزيكم خير. وحتى كمان بيصير يستوي جوا لأنه هي بضرب عليها الخناقة. يوسف أنا تصور معنا كمان في الفوستور دي.